شقيقة، نقدم إليكم الآن التسجيل الكامل لاستعراض النصر الذي رعاه قائد النصر السيد الرئيس المهيب ركن صدام حسين حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون في العراق والوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بغداد صدام حسين، وننقل لكم وقائع استعراض النصر في الذكرى 69 لتأسيس الجيش العراقي الباسل. إنه يوم بهيج من أيام الأمة، يوم جيشكم المنتصر، جيش قادسية صدام، جيش العروبة وذراعها وحامي حماها والذائد عن حياضها وحامل بيرقها نحو ذرى المجد. فقد خاض هذا الجيش البطل معارك نادرة كبرى ومن طراز فريد في التاريخ، خرج منها متوجا بالنصر، وكان مدرسة للرجولة والعزة والكرامة. ويسر بغداد صدام حسين اليوم أن تحتضن في استعراض النصر الكبير ضيوفها الكبار من الأقطار الشقيقة والصديقة، الذين يعبرون بحضورهم هنا عن اعتزازهم بهذا الجيش وبتاريخه وبطولاته وأمجاده وانتصاراته. فمرحبا بهم في بغداد، مرحبا بهم جميعا أشقاء وأصدقاء، مرحبا بهم في عراق صدام حسين صانع النصر وحادي ركبه المظفر وقائده في التخطيط وفارسه في الميدان. في هذا اليوم نستذكر مواقف القائد صدام حسين وهو يتقدم الرجال ويتقحم معهم لظاها حاملا لواءها، ولطالما زف بشائر النصر لأمته وشعبه وغبار المعارك على إهابه. اليوم نشهد استعراض النصر بهذا الجيش الذي كان دائما المضحي الصلب
المؤمن الشجاع الذائد الذي خفقت رايته في معارك الأمة ونزالتها مع أعدائها، والذي كتب بدماء أبنائه الطاهرة ملاحم عز وفخر على أرض فلسطين والجولان وسيناء، وحيثما دعاه داعي العروبة. أيها الأخوة المواطنون، أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة، ها هو القائد العظيم صدام حسين، رمز عزتكم وكرامتكم وحامي ركبكم إلى ذرى المجد والنصر. ها هو القائد الرمز، ومعه أخوه جلالة الملك الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، يشرفان استعراض النصر. فألف تحية أيها القائد العظيم يزفها إليك جيشك المغوار، جيش النصر في عيده الأغر. وألف تحية لجلالة الملك الحسين بن طلال صاحب المواقف اليعربية الأصيلة. مرحبا بالقائد العظيم بطل النصر والسلام، مرحبا بضيوفه الكبار في هذا اليوم المجيد، يوم تأسيس الجيش العراقي الباسل. فسجل أيها التاريخ بأن رجلا من هذا الشعب اسمه صدام حسين حصد مخاض التاريخ ومخاض ألف عام لأمة غابت عن سمائها الشمس، عندما أصبحت بغداد خارج مدارها، مدار المهمات التاريخية في بناء الحضارة وقبول التحدي. إنه القائد الفارس الرمز صدام حسين، ابن الأمة وفتى فتيانها النبيل، وحامل بيرقها في المواجهة ضد العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف العراق والعرب. 8 سنوات حرب، 8 سنوات كفاح وتضحية وجد ومطاولة، 8 سنوات من ذرى جبال كردستان في الشمال
إلى رأس البيشة في أقصى الجنوب، والقائد صدام حسين مع جنوده كتفا إلى كتف، ومع أركان قيادته في التخطيط والتنفيذ والمواجهة ليصنع النصر ويبشر به. إنه الفارس الذي استعادت به بغداد ألقها والأمة مجدها وعنفوانها، ووقف التاريخ بإجلال وأكبار ليحيي صموده وصبره وكبرياءه وكفاحه وجلده وانتصاره. إنها لحظات التاريخ أيها الإخوة، إنها دورة الزمن، فالشمس لن تغيب عن سماء بغداد وأمة العرب. فهذا رجل لم يثلم سيفه ولم يكل ساعده في المنازلة، فقوس النصر الذي ستستعرضون من تحته شاهد على الرؤوس التي جزها هذا السيف، فامتلأت بها شباك العراقيين كما امتلأت شباك أجدادهم من قبل برؤوس المعتدين. إنها دورة التاريخ وصعوده الجديد، فهنيئا للعراق بقائده، وهنيئا للقائد بشعبه وبقواته المسلحة الباسلة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم جنب العراق عاديات الزمن، اللهم لا تحشر الأمة في مسار لا تختاره، اللهم استنهض في روح أبنائها طاقة المواجهة والتصرف بنخوة التاريخ وروحه يوم تشتد المنازلة. أيها الإخوة، هذه تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز، نستهل بها استعراض النصر الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله
فاجنح لها وتوكل على الله. أيها الإخوة المواطنون، يتقدم الفريق الركن آمر استعراض النصر العسكري العام، تحف به كوكبة من الفرسان يستأذن السيد الرئيس القائد المهيب الركن صدام حسين، القائد العام للقوات المسلحة، ببدء الاستعراض وتقديم القطعات المستعرضة. وفي هذه المناسبة الغالية نحيي مقدم جلالة الملك الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، كما نحيي مشاركة الأشقاء والأصدقاء جميعا من السادة وزراء الدفاع العرب ووزراء دفاع الدول الصديقة وممثلي الجيوش الشقيقة والصديقة وكبار الشخصيات السياسية والعسكرية التي تشاركنا في احتفالات هذا اليوم الأغر. الفريق الركن محمد عبد القادر عبد الرحمن آمر الاستعراض العسكري العام
قطعات الاستعراض جاهزة للتنفيذ سيدي. أدى الفريق الركن أمر استعراض النصر العسكري العام التحية إلى السيد الرئيس القائد بسيف القادسية مقدما القطعات المشاركة في الاستعراض. قد استأذن آمر استعراض النصر العسكري العام السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله لبدء الاستعراض. أيها الإخوة المواطنون، في هذا اليوم الأغر، يوم استعراض النصر السادس من كانون الثاني، وفي الذكرى 69 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، الجيش الذي توحد تاريخه بتاريخ الوطن وقرن ميلاده الميمون باستقلاله ومآثره الوطنية وانتفاضات شعبه العظيم، تترى في الذكرى المباركة مآثر البطولة والمجد. أيها الأخوة المواطنون، استعراض النصر الكبير، وفي هذا الاستعراض تشارك قطعات تمثل مختلف طروف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها ومعداتها. إنها نماذج معبرة عن اقتدار العراق وكفاءة قواته المسلحة ومستوى تسليحها. وما يتميز به هذا التسليح من تقنية عالية، وما يتميز به رجال القوات المسلحة من صلابة وانضباط وشموخ واقتدار، إنهم جند القاء الصدام حسين الذين صنعوا ملحمة النصر، يشاركون اليوم باستعراض النصر الكبير. كوكبة من حملة الأعلام العراقية، هذا هو علم العراق السامق أبدا، تعليه وتحميه سواعد الرجال الميامين من أبناء العراق الأماجد. هذا علم طالما خفق في سماء العز وذرى البطولة. القائد يحيي جنده الميامين في استعراضهم الكبير هذا. علم العراق ركزته سواعد الرجال بشارة للنصر والتحرير. هذا هو علم العراق الذي يجسد تاريخ الأمة وصفحات أمجادها.
ثم حملت شعار الجمهورية العراقية تحمله خطى المقاتلين الواثقة في هذا اليوم المجيد. وتمر أمام قاعدة التحية صورة بطل النصر وصانع السلام السيد الرئيس القاء صدام حسين، محمولة على أكتاف أبناء العراق الأوفياء كما يحملونها في القلوب والعيون والجوانح. مجموعة من حملة أعلام الأقطار العربية، رايات كل العرب، أزمة واحدة موحدة تخفق على أرض النصر في مهرجان النصر يحملها جند العراق والأمة دليل محبة ووحدة وفخر واعتزاز. تراديس من قواتنا المسلحة الباسلة تمثل الأكاديمية العسكرية بكلياتها المختلفة، إنها عرين اليوث ومنبع الأبطال ومنبت الرجال الذين كتبوا بالشجاعة والتضحية مآثر العزة والبطولة في سفر قادسية صدام المجيدة بمداد الشجاعة والمجد. ومنذ عام 24 والكلية العسكرية تعد الرجال وتزودهم بالمعارف العسكرية وتقاليد الجندية العربية، وكان لها الدور المشهود في إعداد وتخريج أعداد كبيرة من ضباط الجيوش العربية. ما أكثر ما حظيت الأكاديمية العسكرية برعاية القائد حفظه الله، واستنارت بأفكاره وتوجيهات سيادته، فكان لها المعين والعدة حتى ليمتد طريق من ساحات تدريبها إلى ميادين القتال يكتظ بالرجال المتميزين المضحين المؤمنين بالوطن والأمة. بغداد القاء صدام حسين حفظه الله لا تعتز اليوم أن تحتضن باستعراض النصر الكبير ضيوفها الكبار من الأقطار الشقيقة والصديقة الذين يعبرون بحضورهم هنا عن اعتزازهم بهذا الجيش وتاريخه وبطولاته وأمجاده وانتصاراته. ويتقدم كردوس الكلية الهندسية العسكرية، إنها
لها أحد مظاهر الكفاءة الفنية والتقنية في القوات المسلحة العراقية. إنها الكلية التي يتوحد فيها العلم والشجاعة بعد أن أصبح العلم سلاحاً بأيدي المقاتلين وطريقاً للنصر لمختلف صنوف القوات المسلحة العراقية. كلية القوة الجوية، صقور المستقبل. طلبة كلية القوة الجوية مهد النجوم والكواكب. إنها الكلية التي أمدت القوة الجوية العراقية منذ أكثر من 39 عاما بالرجال الذين تألقت بطولاتهم في سماء الوطن، وامتدت ميادين هذه البطولة إلى عمق أجواء العدو التي شهدت كفاءة أدائهم وشجاعة إقدامهم. وكردوس آخر من منتسبي قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي، هؤلاء هم الرجال الذين صانوا سماء الوطن واستبسلوا وتألقوا شجاعة وبطولة. إنهم متكآت الأرض لمتسلقي الفضاء البواسل. وكردوس آخر من كراديس جيشنا العراقي الباسل يمثل صنف طيران الجيش. بورك رجال طيران الجيش الذين ساهموا في صنع نصر العراق، وبورك ذلك اليوم الرائع المشرق في 27 من تشرين الأول عام 80 الذي أظهرت فيه سمتياتنا بفرسانها الأبطال قدرة هائلة على تدمير الأعداء على امتداد ساحات المنازلة. أكاديمية الخليج العربي أحد الصروح العلمية لقواتنا المسلحة الباسلة. من هذا الصرح ينطلق الرجال الذين يكتبون مآثر القوة البحرية العراقية، القوة الفتية التي نازلت القوة البحرية المعادية بكفاءة واقتدار. كردوس البحرية أحفاد رجال معركة ذات الصواري وحاملي تقاليد البحرية العربية الذين شهدت سنوات الحرب بطولاتهم على امتداد مياه الخليج العربي، وكان لهم دور مشهود في معارك النصر والتحرير. هذا كردوس يمثل كلية الشرطة، الكلية التي تتولى مسؤولية إعداد عناصر قوى الأمن الداخلي لحماية أمن الوطن واستقرار جبهته الداخلية. إنها مصنع الأبطال، رجال قوى الأمن الداخلي، حماة الأمن والقانون، وهي الكلية التي تعنى برفض أجهزة قوى الأمن الداخلي بمختلف اختصاصاتها من الضباط الأكفاء. قوات الحرس الجمهوري
اسم يرتعد له الاعداء، وهو راية للرجولة وعنوان للاباء. الحرس الجمهوري، حرس الشعب الذائد عن الوطن. وحيث يكون الحرس الجمهوري يعقد النصر في ركابه. عرفة الفاو، فتح الفتوح، مكتسحا بمواضع الغزاة، محررا الأرض ومعيدا لها إشراقتها. كراديس الحرس الجمهوري، قوات بغداد وقوات المدينة المنورة. كردوس من قوات الحرس الجمهوري يمثل قوات حمورابي حرس جمهوري، تحمل اسم الملك البابلي الباني الكبير والمشرع العادل والمصلح الاجتماعي الذي اقترن اسمه بمسلته المشهورة. القوات التي يقترن اسمها باسم البطل العراقي الملك البابلي الشهير نبوخذنصر، المحرر الخالد في تاريخ العراق. قدم كردوس قوات الفاو حرس جمهوري، القوات التي تحمل اسم مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم التي طهرها رجال الحرس الجمهوري الأبطال من رجس الاحتلال الإيراني. إنهم يحملون اسم أول مدينة عربية تحرر بإرادة القتال في العصر الحديث، وهي المدينة التي سماها القائد الحبيب صدام حسين مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم. وتشكيل آخر من الحرس الجمهوري، قوات توكلنا على الله، يحمل هذا النداء الميمون الذي اختاره قائدنا العظيم لسلسلة معارك تحرير الأرض الوطنية، حين عزموا فتوكلوا على الله فكان الفتح العظيم. وتختتم كراديس الحرس الجمهوري بكردوس يمثل قوات الشهيد عدنان، القوات التي تتيمن بحملها اسم بطل القادسية وأحد أبرز قادتها، وبيرقا من أعلى بيارقها، وسيفا لم تثلمه الملمات. سراية جيش يقوده صدام حسين، وستمضي راية القائد المنصور من نصر إلى نصر. كراديس أخرى من فيالق النصر العراقية تتقدمها كراديس الفيلق الأول البطل قوات الرشيد، إنهم أبطال معارك محمد رسول الله ومعارك الأنفال،
عرفتهم جبال العراق الشم ووديانها الخضر، فرسانا لا يشق لهم غبار. فكم تسلقوا ذراها وركزوا راية العراق العظيم عليها. أن لهم في ذاكرة الشعب بطولات لا تنسى، ولهم في معارك تشوارتا وطنجوين ودربندخان مآثر سجلها التاريخ. أنهم جند القائد صدام حسين. بأبطال الفيلق الثاني، قوات اليرموك، لقد حملتم اسما من أجل الأسماء في تاريخنا العربي، اليرموك، إحدى معارك الفتوح الكبرى. لقد كنتم أيها الرجال جديرين بهذا الاسم، ويكفيكم فخرا دوركم الكبير في معركة توكلنا على الله الرابعة وفي بقية معارك المجد الأخرى. فاسلموا أيها الرجال، اسلموا يا جند العراق، يا جند القائد العظيم صدام حسين. فيلق آخر من فيالق النصر العراقي هو الفيلق الثالث، قوات القادسية، أبطال يليق بهم رفع راية هذا الاسم الذي انتصر فيه العرب على الفرس في القادسية الأولى، المعركة التي انتصر فيها الحق على الباطل وانهزم الظلام أمام نور العدل والحق والشجاعة والإقدام. إنهم أبطال سجلوا في سفر قادسية صدام ملاحم بطولة ومآثر مجد ستظل شاخصة على مدى التاريخ. إنهم أبطال ملاحم شرق البصرة الأولى والثانية عام 1982. إنهم رجال ملاحم معارك إسقاط شعار عام الحسم عام 1987. إنهم أبطال ملاحم التحرير الخالدة توكلنا على الله الأولى والثانية. هنيئا لكم يا شجعان العراق وحماته والأمناء على أرضه وسيادته. هنيئا لكم بما صنعتم من نصر، وهنيئا لكم بهذا اليوم العظيم يوم المنتصرين. تراديس الفيلق الرابع البطل تستعرض أمام قاعدة التحية حاملة رايات العديد من المعارك الخالدة في سفر القادسية الثانية. إنهم أبطال معارك البسيتين والفكة والطيب في عام 1983 ومنحمة توكلنا على الله الثالثة عام 1988. إنها قوات حطين مثلما حملت مجد الحاضر فهي وارثة مجد الماضي. حطين المعركة الحاسمة التي انتصر فيها العرب المسلمون بقيادة البطل صلاح الدين الأيوبي
تظل راياتكم خفاقة أبدا، ولتظل إنجازاتكم في سوح الوغى صفحات ناصعة في تاريخ العسكرية العربية. وتستعرض الآن أمام منصة التحية تراديس الفيلق الخامس قوات عمورية. إنهم أبطال ملاحم خالدة ومآثر عسكرية كبيرة تشهد سوح الحرب على وقائعها. إنهم أبطال معركة سيدكان وحاج عمران عام 1985 ومعركة النصر المبين عام 1986. إنهم رجال معارك الأنفال الأولى والثالثة والخامسة التي طهر شمال الوطن من أدلاء الخيانة. بهذا الوهج التاريخي قاتلت قوات الفيلق الخامس البطل مع بقية الفيالق العراقية. تراديس أخرى من فيالق جيشنا الباسل تشارك في مسير الاستعراض. إنهم رجال الفيلق السادس البطل قوات الحكم. إنهم الرجال الذين خاضوا معارك التحرير وتشهد على بطولاتهم سوح المنازلة حيثما كان القتال. الفيلق السابع البطل قوات ذيقار أبطال تولت منافقهم شرف الدفاع عن العراق وحمل سواعدهم راية النصر في سوح الوغى. ما أعظم نصر ذيقار الذي حققه الأجداد بقيادة القائد العربي المثنى بن حارث الشيباني. فصيلة أخرى من فصائل قواتنا المسلحة الباسلة إنها قوات الحدود. وحيثما انتفض الوطن دفاعا عن كرامته انتفض أبناؤه وتفجرت الطاقات. رجال الدفاع المدني رجال كانت لهم حصة في صمود العراق وفي انتصاره. كانوا في مستوى المهمة الموكلة لهم تواصلوا الليل بالنهار من أجل أن تظل الحياة في إشراقتها وديمومتها. لقد كان دور رجال الدفاع المدني متميزا في تعزيز أمن الجبهة الداخلية، وهم يؤدون واجباتهم جنبا إلى جنب مع رجال قوى الأمن الداخلي وفصائل الشعب. الجيش الشعبي الظهير الأمين لجيشنا الباسل، الفصيلة المقاتلة التي تنكبت فنادق الدفاع عن العراق وآثرت القتال من الخنادق الأمامية في جبهات القتال، مسجلة مأثرة عراقية في أسلوب تعامل الشعب مع المبادئ والحياة. إنه الجيش الشعبي الذي تأسس في 8 شباط عام 1970 حاملا مبادئ ثورة 17/30 تموز المجيدة، والذي استحق عن جدارة
حول القائد العظيم صدام حسين كان الجيش الشعبي رديفا أمينا وسندا قويا لجيشنا الباسل في مهماته الوطنية والقومية داخل العراق وخارجه على الحدود. ولقد قاتل منتسبوه بشجاعة وشرف وبنفس روح الشجاعة والشرف التي قاتل بها العسكريون المؤمنون. أهلا بمرضعات الأبطال، أهلا بلبوات الوطن اللائي أنشأن في حجورهن اليوث الوغى، إنهن حفيدات الخنساء وخول بنت الأزور وكل الماجدات في تاريخنا العظيم، اللائي تقدمن جيوش الفتح والتحرير، إنهن حفيدات العراقيات اللائي رافقن آباءهن وأزواجهن وأبناءهن في معارك ثورة العشرين، يهزجن للمدافعين عن كرامة الوطن. أفواج الدفاع الوطني، هؤلاء أبناء العراق بأزيائهم الكردية الجميلة يمنحون استعراض النصر جمالا خاصا، مثلما منحوا المعارك بوقفتهم الوطنية الشريفة جمال الانتماء إلى الأرض، أسقطوا الرهان على ورقة نسي المراهنون على أنها ورقة عراقية أمينة لن تصلح للمراهنات. إنهم رجال أبطال من أبناء شعبنا الكردي، شهدت لهم معارك قادسية الصدام، وقفات الاستبسال دفاعا عن العراق. إنها الأفواج التي تشهد على بطولاتها حدود العراق وذرى جبال كردستان وسهولها. إنها أفواج الدفاع الوطني التي قاتلت باسم العراق باسم القائد صدام حسين تعبيرا عن حبها للوطن وتوكيدا على شرف انتمائها لحاضره وتاريخه. مرحبا أيها المقاتلون الشجعان، مرحبا أبناء كردستان. هنيئا لقائدنا الفذ المقدام القائد الرمز المهيب الركن صدام حسين، رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، وهو يرعى عيد اليوث العراق البواسل، عيد جيش العراق وأمة العرب واستعراض النصر الذي تحقق بالصمود والتضحية والفداء وسهر الليالي والأيام في سنواتها الثمان في سواتر العز
وخنادق المجد. وها هي إشراقات عهد الرسالة والراشدين والعباسيين تلتمع في عصر صدام حسين البهي، عصر البناء والتقدم والنهوض ودخول الفضاء وصناعة الصواريخ المتطورة. إنه عهد تواصل الأمة مع حلقات تاريخها المضيئة والمشرقة. إن النصر العراقي المبين الذي قاده السيد الرئيس القائد المهيب الركن صدام حسين رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة طيلة 8 سنوات متواصلة ضد عدوان إيراني غادر هو نصر للأمة العربية والإنسانية، تحقق بفضل صمود العراق وتضحيات أبنائه وبطولات قواته المسلحة الباسلة وعبقرية وحكمة قيادته الفذة. اليوم يحتفل العراقيون ومعهم أشقاؤهم النشامى وأصدقاؤهم بعيد الأبطال الميامين، عيد الجيش الأغر الذي سجل أطول نصر عربي وبنى أكبر الأمجاد القومية في العصر الحديث برعاية قائد النصر ومهندس الهرم الكبير العالي ومروض الصعاب وشاعر سيف الحق والإرادة وصانع